السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا ولاد؟ إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة على كلمات وقواعد الدرس الأول والتاني من الوحدة الأولى زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، ويلا بينا كده مع بعض. هنا بيتكلم عن الـ definitions. A large park or open area where scientists study plants and trees is a، ده بنسميه إيه؟ اللي العلماء بيدرسوا فيه النباتات، اسمها botanical gardens، وده تعريف موجود عندك في قلب الكتاب. نمبر 2، calm and quiet means، قلنا الكلام ده واحنا بنشرح مع بعض فوق، دي معناها peaceful يعني هادئ او مسالم. طبعا space means cars, lorries and motorbikes that use a road، كل ده بنسميه الترافيك عشان بقى فيه العربيات واللوريات. هنا بيتكلم على السينونيم والانتونيم والسافكس والبريفكس. Friday morning is a very peaceful time. The word peaceful means، معناها ايه؟ لسه قايلنا فوق calm and quiet. The synonym of modern is، وقلنا طبعا تاني يا ولاد السينونيم ديت ممكن يقول لي replaced by، ممكن يقول لي means، ممكن يقول لي equals، the same، similar to، كل ديت بمعنى كلمة synonym مهمة جدا. المرادف لكلمة modern حديث يعني new. The word space can be، بص، the opposite اللي هي antonym boring، يبقى exciting عشان احنا عايزين هنا العكس. The suffix يعني النهاية اللي هنحطها وهتديني adjective من كلمة help اسمها helpful. البريفكس يعني البادئة اللي هنحطها gives the opposite، بتديني عكس كلمة usual، تبقى unusual، يعني هستخدم هنا البريفكس un بتديني عكس الكلمة. There are a lot of monuments in Luxor. كلمة monuments هنا معناها ايه؟ اكيد المونيمنتس ديت، بص، of the past times، يبقى حاجات قديمة، يبقى old buildings، هو حتى وضحها لك. If something is space it's enjoyable، بيبقى شيء ممتع و exciting. بص الدور كده كلهم وحشين ما عدا كلمة interesting. They arrived at school at 7 o'clock. The underlined word arrived معناها ايه؟ اللي هي reached او get to، طبعا هنا في زمن الباست. The pyramids are one of the most wonderful space in the world. البيراميدز دي عبارة عن ايه؟ آثار، تبقى monuments. I have a lot of colorful fish in the، قلنا الفيش يبقى موجودة فين؟ في الأكواريوم. إسماعيلية اللي هي إسماعيلية is beautiful. There are space buildings and interesting monuments. طبعا مادام هنا interesting monuments وإيه كمان بالنسبة للبيلدينجز؟ تبقى attractive، جذابة. My uncle is very good at sports، هو شاطر في الرياضات. Space at handball، عايز أقول خاصة في الهاند إيه؟ بول، تبقى especially، كل ده هتلاقيه في الكلمات بتاعتك. There was a lot of space on the road this morning so Mr. أحمد was late، يبقى المرور كان في تباطؤ، يبقى ترافيك، ازدحام في المرور. A أو an space is a large area of water with the land around it، ما دام هي ميه وحواليها الأرض دي بنسميها الليك، عكسها الأيلاند، أرض وحواليها إيه؟ ووتر، مي. A أو an space is something that people build to remember an important person or event، ايه اللي بيفكرنا بالناس او بالاحداث؟ برضو المونيمنت اللي هو الاثر. You can make an adjective، خلي بالك بقى، انت ممكن تعمل صفة من كلمة use اللي هو الفعل، يعني useful، مفيد. ده فايدة السينونيم والانتم، سوري، البريفكس والسفكس. We can form the word peaceful from the noun peace، قلت لك في الأول خالص peace peaceful. To give the opposite، عشان تدي العكس من كلمة natural، يبقى unnatural.
الأزهر بارك has a lot of attractive gardens. The word attractive means كلمة means يعني synonym بتساوي إيه؟ beautiful يعني جميل. This machine does many things. It's very مادام هي بتعمل حاجات كتير تبقى هي إيه؟ useful مفيدة. We all space shopping اسمها go shopping. واحنا قلنا في الكلمات كلمة go بيجي وراها verb ذات اي ان جي لكن do the shopping. Adam spaced to his work late yesterday. بص هنا في كلمة ايه؟ to تبقى got to. نخش على القواعد. نمبر 1 طبعا ده يا اولاد سؤال هنصحح الكلمه اللي ما بين الاقواس. I usually go to the sports center اسمها on Friday تاخد الايام. The museum is a good place to go space the weekend اسمها at the weekend. طبعا الحاجات دي بتتحفظ ما فيهاش كلام. He was born وركز كده في 15 اهي مع الشهر والسنة من غير ما افكر اخد اون. واحد يقول لي يا استاذ ده وراها شهر برضو ما دام في اليوم اخد اون. I always go to the park space Saturday morning يبقى on Saturday morning برضو موجود عندك فوق. space lunch time اسمها at lunch time في وقت الغداء at بتيجي مع الاوقات بتاعة الاكل. فادي goes shopping space the afternoon اسمها in the morning in the afternoon in the evening. The library space the museum and the restaurant. مادام في اتنين كده اولاد تبقى between ما بين. The library is space two مادام في two هنا اسمها next to. حاجات كلها بقى حركة تبقى حفصة ما فيهاش تفكير. space Saturdays يبقى on Saturdays. she usually gets up space half past 8 ده عبارة عن وقت يبقى خد 8. Lucy was standing space the right of يبقى on the right of on the right on the left. from my station go straight اسمها go straight on امشي طوالي على امتداد الشارع او على طول للامام مباشرة. I did the crossword space 5 minutes موجود عندك في الكلمات فوق قلناها in 5 minutes في خلال كذا. they like to visit Luxor طبعا الفصول السنة تاخد حرف الجر in. they traveled to دهب اسمها on holiday لان حتى كلمة holiday فيها كلمة day. is not here اسمها ايه بتاعت present continuous at the moment. my house is on the space of the street corner طبعا هنا على اليمين او على الشمال يعني ممكن اقول the right او left. farmers usually start working كلمة دون اللي هو الفجر يبقى اخد at dawn. clothes اللي هي الملابس were very different space the 18th century طبعا احنا قلنا ال 18th century دي بتاخد in the 18th century طبعا هنا 18th اللي هي الثامن عشر تاخد تي ايه تي اتش. the bus arrives space 10 minutes برضو لسه قايلينها in 10 minutes يعني في خلال 10 دقائق. هنا طبعا بيديني على lesson 1 و 2 زي نظام اختبار مصغر كده بيسموه general exercise. المحادثة طبعا ناس كتير جدا يا شباب بيلاقوا مشكلة في المحادثة. المحادثة ديت محتاجة مني شوية حاجات صغيرة كده بحيث ان انا اتقنها. اول حاجة لازم اكون عارف بعض الاكسبريشنز اللي انا ممكن استخدمها من غير اي حاجة يعني مش محتاج ان انا اكون يعني زي ما تقول ايه في حاجات بديهية
او حاجات انت بتقولها في مواقف معينه محفوظه. يعني مثلا انا قابلت حد مثلا ان ذا مورنينج اقول له جود مورنينج، قابلت شخص فبساله عن حاله يبقى هاو ار يو، بسال واحد مثلا عن العمر بتوعه هاو اولد ار يو، بسال واحد عن الطريق ودي احنا قلناها في خلال الدرس، بسال واحد مثلا او برحب واحد يبقى اقول له يور ويلكم، واحد بيقول لي يور ويلكم اقول له ثانك يو. يبقى في حاجات يا اولاد دي خلاص انا كده هبقى حافظها. هتيجي بقى على حسب المحادثه هتلاقيك انت ايه يعني باينه بالنسبه لك جدا. دي واحده كده نحطها على جنب. تاني حاجه هاو تو فورم ا كويستشن، ازاي تكون سؤال. ودي مشكله بتقابل ناس كتير جدا انه بيجي يعمل سؤال ما بيعرفش يكون سؤال. تاني حاجه ان انا لو انت بصيت هنا كده المحادثه بين نادر وماهر، يبقى اذا انا هتخيل الاتنين دولت واقفين قصاد بعض وبيكلموا بعض، واشوف الواد ماهر ده هنا بيسال نادر سؤال. طب هل بيساله كده اي سؤال؟ لا طبعا، ده من خلال المحادثه والكلام اللي موجود قدامي ده. طيب تاني حاجه بيبقى عندي هنا فوق كده الراس بتاع المحادثه، في بعض الاحيان بتلاقي فيه اجابات وفي بعض الاحيان تلاقي ملوش لازمه. يعني احنا هنا مثلا نادر اند ماهر ار بلاننج تو فيزيت ذا ميوزيوم، هما بيقعدين يخططوا مع بعض ان هم يزوروا المتحف. هتحس ان عرفني بس هم رايحين الميوزيوم، لكن مش هتستفاد حاجه هنا. لكن في بعض الاحيان تيجي تقراها فعلا تلاقي سؤال من الاسئله مثلا اجابته موجوده هنا. طيب نمشي واحده واحده كده. الاول علشان احل اي محادثه في الدنيا لازم اقرا المحادثه كلها على بعضها الاول من غير ما احلها. بس طبعا اثناء ما انا بقراها يعني زي ما احنا قلنا من شويه هنتخيل الموقف اللي هم موجودين فيه، المكان اللي هم موجودين فيه، طريقه الناس وهم بيتكلموا او الاسلوب بتاعهم زي ما احنا قلنا اسكان سؤال او اسكان اجابه، والسؤال هنا رايح على انه اجابه، والاجابه هتجيب لي سؤال منين، وهكذا. هتلاقي بص يعني دايما السؤال هنا هتبقى اجابته هنا لان ده سؤال وعايز اجابه. اجابه بص سؤال اهو وعايز اجابه. سؤال اهو يبقى الاجابه بتاعته اهي، سؤال اهو اجابته اهي. يبقى هي منظومة متكاملة مع بعضها كده. طيب نرجع تاني هنشوف كده مع بعض الولد نادر بيقول للماهر ايه ونحاول نحل، وازاي واحنا بنحل هنا ازاي هنعمل سؤال، ودي برضو ازاي اكون السؤال بتاعي بطريقة صحيحة. هاي ماهر would you like to visit the Egyptian او the museum tomorrow؟ هو هنا بيسأله سؤال هل تحب تزور المتحف بكرة؟ قال له yes that's a good idea او it's a good idea. الحته دي جميله قوي يا شباب، انا ممكن استخدمها كده وهتبقى موجوده معايا. would you like to الفعل في الانفينيتيف احنا واخدينها قبل كده، يبقى ممكن ده في محادثه ثانيه استخدمها ابقى عارفها كده. اما تقترح على واحد حاجه تقول له تحب نعمل كذا اسمها would you like to، وبعدين هجيب الفعل في المصدر والاجابه بتاعته it's a good idea. لو انت مش مهتم ومش عايز تروح اقول له no sorry I am busy، اي اجابه من الاجابات اللي انت ممكن تقولها لو انت مش عايز تروح. طيب نرجع ثاني يا اولاد، انا عايز هنا سؤال سأله للواد نادر فقال له بص بص it opens at 9. نيجي بقى ونقف هنا وقف، احنا عايزين السؤال ده اهو هنجيبه من الاجابه ده اهي. اهي ليه؟ عشان هو هيقول له حاجه هنا هيقول له ده بيفتح الساعه 9. طب هو بيسأل على ايه هنا يا اولاد؟ على المتحف. المتحف ده على بعضه كده كانه it لانه غير عاقل. طيب نرجع بقى واحده واحده، انا ازاي اكون سؤال؟ اي سؤال في الدنيا يا اولاد اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل. تاني اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل. هل بقى يا استاذ احط اي اداه استفهام واي فعل مساعد واي فعل؟ لا طبعا، انا زي ما احنا لسه قايلين من شويه انا اللي يهمني ده اهي اللي هي it opens at 9. ادي فاعل ادي فعل وادي باقي الجمله. طيب بالعقل كده يا اولاد هو بيقول له هو بيفتح الساعه 9 يبقى اكيد بيسالوا عن الوقت. طب الوقت بيسال بايه؟ وين، وابقى حافظها زي اسم. طيب احنا ايه سائلين يا شباب؟ اداه استفهام بعدها فعل ايه؟ فعل مساعد. ركز معايا، عشان احط فعل مساعد هنا يا اولاد بجيب الفعل المساعد بتاعي من الفعل اللي موجود في الجمله اللي تحت. بص وركز كده مع السهم اللي انا بعمله بايدي ده، عندك حرف الاس، الاس ده جاي مع كلمه اوبن يبقى ده اسمه بريزنت سيمبل، ودي فايده القواعد بتاعتنا يا اولاد بتنفع في كل حاجه. طيب يبقى انا عشان احط هنا فعل مساعد يبقى احط الفعل المساعد بتاعي داز وتحفظه زي اسمك ده مع اي فعل فيه اس. طيب اداه استفهام
فعل مساعد، عايزين الفاعل فين؟ لسه قايله لك من شويه اهو، ات ده الفاعل بتاعي. يعني ايه فاعل يا ولاد؟ يعني الحاجه اللي بتعمل الشيء. يبقى when does it، ثم بص اداه استفهام فعل مساعد فعل، انا عايز فعل، فين الفعل؟ اهو هنشيل منه الاس. طب وليه يا مستر هتشيل منه الاس؟ لان حطينا does، والdoes ده اهي يحذف الاس منين؟ من هنا، ونحط علامه الاستفهام بتاعتي. يبقى انا كده عملت السؤال بكل سهوله على الجمله اللي تحت. طب بص انا بقول له ايه؟ shall we go by مترو؟ طب احنا هنروح بالمترو؟ طيب هنا ممكن اي وممكن لا، هعرف منين؟ اما اجي ابص بقيه المحادثه هلاقي بص the first مترو ترين ليفز اي، هم هنا اكيد هيروحوا بالمترو عشان بيسالوا هنا عن اول مترو هيطلع الساعه كام، فيقول له الساعه 8. فهنا طبعا هيقول له ايه؟ زي ما احنا قايلين من يمت شويه، زي كلمه would you like الفوقانيه، هجاوب that is a good idea او it's a good idea، that is a good idea. طيب هيسأله سؤال تاني، هيقول له أول مترو أو أول قطر بتاع المترو بيطلع الساعة 8 أو بيغادر الساعة 8. نيجي بقى مع بعض كده يا شباب بقى واحدة واحدة. أنا عايز أقول إيه؟ أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل. طيب إحنا هنا بنسأل عن إيه؟ برضو عن الوقت اللي هي at 8 a.m. فعايز يقول له برضو when، يعني متى سيغادر القطار. بصوا كده معايا فين الفاعل؟ أهو كلمة leaves. اوعى حد يقول لي بقى في الأول هنا the first metro train، ده كل ده فاعل. فالفاعل مش لازم يكون كلمة واحدة، ممكن يكون كذا كلمة. طب leaves يبقى عايز أحط does. طيب يبقى وين does مين؟ اللي هو the first metro train. يبقى هكتب كده the first مترو ترين. طيب انا عايز الفعل، لان احنا اداه استفهام فعل مساعد فاعل، الفعل ايه؟ ليف. هنشيل منه ايه؟ الاس. ليه يا مستر؟ علشان طبعا انا عندي داز بتشيل الاس. طيب الواد نادر قال له هاو لونج داز ات تيك، هتستغرق قد ايه؟ كلمه تيك هنا معناها يستغرق، تو جيت تو ذا ستيشن، عشان نصل الى المحطه. هنبص تحت هنا الاول في اي حاجه تدل على ذلك. او از ستيشن فار فروم ذا ميوزيوم، يبقى هنقول له هنا حاجه ماشيه مع دي. هقول له هي الستيشن المحطه فار فروم، بعيده عن الميوزيوم. فما دام قال له او يعني اكيد هنا يبقى في حاجه بعيده شويه، يبقى هيقول له هنا حوالي ساعه مثلا، حوالي ساعتين. يبقى طيب ممكن يا مستر اعمل اجابه كامله او اعمل اجابه مختصره؟ ممكن، يعني ممكن اقول له كده على طول about حوالي ماشي 1 hour مثلا، ساعه او an hour، ونريح دماغنا. an hour ديت اللي هي الان، عشان هنا حرف الاتش كانه لا ينطق. فقال له ما دام هو قال له ساعة هنا وهو بيقول له هي المحطة بعيد قوي كده عن الميوزيوم، هيقول له ايه؟ يس ات از. بكل سهولة حلينا المحادثة، وبرضه بإذن الله هيجي في مرة كده ونعمل فيديو فيه شوية محادثات ونقعد نحلهم مع بعض. سبيس مينز مور ذان يوجوال، كلمة أكثر من المعتاد يعني إيه؟ خدناها قبل كده، خاصة سبيشالي. إز ذا أوبزيت عكس كلمة مودرن، الحاجة الحديثة عكسها إيه؟ يبقى تراديشنال، يعني حاجة تقليدية. السينونيم المرادف بتاع كلمة يوجوال اللي هو شيء مألوف، يبقى نورمال، عادي معروف، مش يعني أنا متعود عليه. تو فورم the space from the word peace، هنحط suffix full، تبقى هعمل ايه؟ ركز بقى معايا كده، كلمة peace بقى peaceful، تبقى صفة، تبقى adjective. مهمة قوي، هو بيلعب بقى كده، هيمشي لك بالعكس، هي اهم حاجة كده بحافظ الكلمات، الadjectives، الadverbs، النونز، تبقى عارف المعاني بتاعتهم. انا قلت لك في الفيديو اللي فات
She arrived home وصلت البيت late yesterday. كلمة arrived ممكن نشيلها ونحط مكانها، طبعا حليناها فوق reached أو get to اللي هي got في زمن الباست. We can give the antonym ممكن نحط عكس كلمة known بإننا نحط لها prefix unknown غير معروف. طبعا برضو كل ده حفظ يا ولاد، زي ما قلت لك اهوت 1 2 3 4 5 6 6 words وهنملى اربع فراغات، يبقى انا عندي هنا اثنين ما لهمش لازم. قبل ما تعمل اي حاجه برضو اقرا القطعه كده على بعضها الاول. مطروح از ا بيوتيفول سيتي، ذير ار ا لوت اوف اتراكتيف اوف اتراكتيف سبيس هير ان ذا سيتي. طبعا اكيد اتراكتيف ايه؟ بليسز، يعني في اماكن اتراكتيف يعني جذابه. The space in مطروح is slow. طبعا من قراءتك للشوية اللي احنا خدناهم مع بعض، شوف من غير ما اكمل، and he bus isn't much pollution، يبقى هو بيتكلم هنا عن الايه؟ عن الترافيك. فهو عايز يقول له هنا ان المرور ما فيهوش عربيات كتير، طبعا لذلك ما فيش تلوث. مطروح is space but it isn't boring، ولكنها ليست مملة. فهو عايز يقول له ان هي هاديه. ركز بقى في الكلمتين دول كده يا شباب، بيضحك عليك هنا في الامتحان. كلمه كوايت اصلا اللي هي هادئ الاي بتاعتها هنا، وطبعا مش هينفع يجيبها عشان الاثنين هنا موجودين زي بعض، فطبعا عايز يقول انها بيسفول هادئه ولكنها ليست ممله. There are يوجد a lot of things to do، حاجات كتير تعملها especially space the weekends، ودي طبعا خدناها قبل كده ولسه حالينها من شويه اللي هي add the week ends في عطلات نهايه الايه؟ الاسبوع. I never go to school، طبعا لسه حالينها من شويه، تبقى on Fridays في ايام الايه؟ الجمعه. I live space a small village، طبعا ال village القريه، in a small village في قريه صغيره. Judy goes to the sports center space the afternoon، طبعا برضو خدناها in the afternoon. حاجات كلها زي ما قلنا يا شباب هتبقى محفوظ. I have tennis lessons، طبعا حرف الجر مع كلمة 9 AM أو أي ساعة في الدنيا تاخد إيه؟ 8. The shopping center is space to the station، طبعا ما دام في كلمة to قلنا على طول أحط كلمة إيه؟ next to. زي ما قلت لك اهوت a review on إسماليا، طبعا ده متجاوب في نهاية الكتاب، حضرتك هتقراه، اللي عايز يحفظه يحفظه، اللي عايز يحفظ شوية كلمات بتعبر عن أي مدينة من ضمنهم الإسماعيلية، وإحنا قلنا الكلام ده فوق خالص، إزاي ناخد بعض الحاجات تمشي مع كل البلاد، وحضرتك هتكتب بعد كده بـ your own words بأسلوبك أو بطريقتك اللي هي 110 words. بكده يا شباب يبقى إحنا حلينا على الدرس الأول والتاني. أرجو إنك أنت تكون المفروض يعني حليت الكلام ده قبل ما تحله معايا او قبل ما تشوف الفيديو، بحيث انك انت تشوف ايه الاخطاء بتاعتك او ايه الحاجات اللي انت وقعت فيها وتبدا بعد كده تذاكرها او تاكد ايه؟ تاكد عليها. اتمنى يكون المحتوى عجبكم يا شباب، وما ننساش لايك للفيديو. لو انت طبعا حسيت انك انت استفدت من الفيديو، حاول انك انت تشير الفيديو لاي حد من زمايلك بحيث ان هو ينتشر والناس كلها او زمايلك يسمعوه وكله يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.